استاذ ماهر صباح النور. صباح الخير. اهلا وسهلا، نورتنا في التلفزيون العربي. اذا انطلقت هذه الحمله واطلقت الامم المتحده حمله يو ان فيريفايد للتصدي لوباء كوفيد 19 وما رافقه من وباء المعلومات الخاطئه. بدايه نريد ان نعرف اكثر عن حمله فيريفايد، ما هي هذه الحمله وما هي المواضيع التي تركز عليها؟ شكرا، شكرا لكم على تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام وعلى استضافتي في هذا البرنامج. طبعا بانتشار فيروس الكورونا في العام 2020 قام الامين العام بتوجيهات لدائره التواصل العالمي بعمل حمله للتصدي للمعلومات الخاطئه التي انتشرت حول هذا الفيروس. قمنا باطلاق حمله فيريفايد التابعه للامم المتحده في بدايه العام 2020 لتسليط الضوء على آثار كوفيد 19 التي لا نستطيع أن نراها، ومن ضمنها الصحة النفسية. مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم انتشرت أيضا المعلومات الخاطئة، وقد رأينا كيف أن الأخبار المزيفة والشائعات ونظريات المؤامرة تخلق وباء ثانيا خطيرا. قام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بإطلاق لقب الإنفوداميك عليه، الذي لم ينتج عن هذه الانفوداميك ليس فقط ارتباك، بل ادى الى ضرر حقيقي على صحه الناس وعلى الاستقرار وازمه ثقه، خلق ازمه ثقه في المجتمعات. اتت الاخبار حول ما يسمى بالعلاجات الطبيعيه الى تجاهل بعض الاشخاص للنصائح الصحيه الهامه المدعومه طبيا وعلميا، وفي بعض الحالات ادى ذلك الى إيذاء الأشخاص أنفسهم أو أشخاص من عائلتهم أو أقرباء لهم. في نفس الوقت أدى الارتباك بمعلومات الخاطئة حول أصول الفيروس إلى خلق حالة من عدم الثقة والانقسام، مما خلق أزمة تواصل وكذلك أزمة صحية شديدة. احتجنا إلى الاستجابة بسرعة، ليس فقط لمواجهة معلومات الخاطئة ونظريات المؤامرة، لكن أيضا للمساعدة في تزويد الأشخاص بالمهارات التي يحتاجون إليها حتى يكونوا قادرين على تصفية المعلومات الحقيقية من المعلومات الخاطئة في شبكات التواصل الاجتماعي التي يشتركون فيها، وأيضا لتغيير وسائل أو ردود الفعل السريعة للمشاركة في الأخبار قد تكون خاطئة وقد تكون مزيفة. كان هناك أيضا حملة هدفها توخي الحذر قبل المشاركة لتوعية الناس أنه ليس كل ما يصلنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر بعض المواقع الاجتماعية صحيح. يجب أن نتحقق مما وراء هذا الخبر، من تاريخ هذا الخبر، وهل أريد أن يكون اسمي مشترك مع هذا الخبر الذي يتبين فيما بعد أنه كاذب أو يروج لنظرية مؤامرة. أستاذ ماهر، يعني في الحالتين، إن كان بالنسبة للأخبار الشائعة الكاذبة وحتى أيضا الأخبار الصحيحة والتي يعني كلها أخبار من منطلق صحي ومن منطلق طبي واضح، كلها كان عندها تداعيات نفسية كبيرة على الأشخاص. كيف عملتم على هذا الموضوع تحديدا بالنسبة إلى كل التداعيات النفسية التي أثرها وباء كوفيد 19؟ بالطبيعي من بداية وداء الوباء أبقت الإجراءات الصارمة الجميع بعيدا عن أصدقائهم، عن مكان العمل، عن مجتمعاتهم، عن أقاربهم. بالإضافة إلى ذلك شعر الجميع بالخوف من المرض والقلق، إن لم يكن على نفسك على من هم أكثر عرضة للخطر، الكبار في السن أو الذين يعانون من ضعف في المناعة. أدى إلى كل ذلك طبعا إلى وجود آثار نفسية علينا وعلى صحة النفسية للعائلات بشكل عام بدرجات متفاوتة. بالطبع تعرضنا للعديد من المحن، كفقدان العمل، البطالة، ضياع فرص التعليم، صحيح، العزلة، الخوف من المرض، وفقدان الأحبة المفاجئ. طبعا هناك عدد كبير من الناس الذين فقدوا أحبتهم بسبب هذا المرض. لاحظنا أيضا أن الدراسات حول الصحة النفسية في الدول العربية قليلة، وهذا مؤشر أدى إلينا إلى ضرورة التركيز على هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه من خلال وسائل الإعلام وتقديم بعض المعلومات والتوصيات. خاصة وأنه الصحة النفسية يعني كما ذكرت أستاذ ماهر لا يزال هذا الموضوع وكأنه
من المحرمات في بعض البلدان العربية وحتى في بعض بلدان العالم. أعتقد أنه كان من الصعب التطرق إلى الصحة النفسية، خاصة في ظل أن هناك عدد كبير من الأشخاص لا يزال لا يؤمن بأهمية الصحة النفسية. هذا كلام صحيح. قبل بداية الجائحة أيضا كان هناك ما يقارب المليار إنسان، يعني شخص من كل 7 أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية. وكما نعرف من عمل منظمة الصحة العالمية WHO، تعد الصحة النفسية من أكثر المجالات الصحية إهمالا، ليس فقط في المنطقة العربية، وإذا أخذنا منطقة الشرق الأوسط المتوسط مثلا، نجد أنه لكل 100,000 إنسان في إقليم الشرق المتوسط، وهو يضم معظم الدول العربية، يوجد فقط حوالي 8 عاملين بالقطاع الصحي متخصصين في الصحة النفسية. وفقا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هناك عملنا دراسة حول الآثار النفسية، تبلغ نسبة الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية ممن لا يتلقون أي علاج على الإطلاق أكثر من 75% في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل. الجائحة طبعا أثرت بشكل أكبر على المجموعات الأكثر ضعفا، منهم اللاجئين والنازحين والنساء في بلدانهم، وخاصة في الدول التي تعاني من صراعات مثل العراق، لبنان، سوريا، اليمن، وحيث تعاني هذه البلدان من الكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية. أتت أزمة الكوفيد تعزز هذه الأزمات، خاصة مع فقدان الكثير للناس لأعمالهم وخوفهم على فقدان أقربائهم وأهلهم. طبعا في استطلاع أجرناه بالتعاون مع إحدى الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، سألنا حوالي 17,000 إنسان عن كيف أثرت الجائحة عليهم. 11,000 منهم قالوا أن الجائحة أثرت على مشاعرهم ونفسيتهم وعلى أصدقائهم وعائلاتهم بشكل سلبي. كل هذه المؤشرات دفعتنا إلى التركيز على الآثار النفسية لجائحة الكوفيد على الناس في المنطقة العربية، وطبعا دائما نتبع إجراءات منظمة الصحة العالمية والخبراء في ما هو الخطوة التالية التي يجب أن نقوم بها. نحن مع الأسف أن الوقت يداهمنا بسرعة، ولنا 3 أسئلة مهمة جدا حول كل الحملات التي تقومون بها. بداية، عملت فيريفايد مع عدد من الداعمين والمتعاونين في الوطن العربي على بعض الحملات التوعوية لإنشاء محتوى بصري وسمعي لتسليط الضوء على موضوع تداعيات كوفيد-19، من بينها طبعا التلفزيون العربي، الذي أطلق بالتعاون مع مبادرة فيريفايد حملة لنتكلم في 10 تشرين الأول الماضي. هذه الحملة تحديدا لو تحدثنا عليها أستاذ. طبعا احنا بالبداية بنحب نشكر التلفزيون العربي على مشاركتنا بنشر هذه الحملة. أردنا التواصل مع الناس بوسائل جديدة ومختلفة، ليس فقط عبر البيانات الصحفية والبيانات والتقارير التي اعتاد الناس على رؤيتها من الأمم المتحدة. قمنا بإنتاج محتوى بصري حاولنا من خلاله رفع الوعي بهذه الآثار النفسية وكيف إجراءات محادثات عن الصحة النفسية بين الأصدقاء أفراد العائلة. قمنا بنشر هذا المحتوى على كافة منصات الأمم المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي والمتعاونين معنا في البلدان العربية. نحاول من خلال هذه الشراكات والمحتوى أن نجعل الحديث عن الصحة النفسية شيء طبيعي، باعتبار أنها ما زالت محرمة، تابو في معظم الحالات، يخجل الناس ويخافون من الوصل والتمييز. في المرحلة الثانية أردنا أن نقوم بتركيز حملة على جمهور مستهدف محدد ومنطقة جغرافية صغيرة، بعد إجراء دراسات وبحث نظري، الاطلاع على دراسات التي أجريت عن طريق منظمة الأمم المتحدة، مؤسسات خاصة، بحوث أكاديمية مثل جامعة مانشستر. قمنا بإجراء كمية دراسة على اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، وأجدت الدراسة أن السوريين يعانون من مرض، من عرض واحد من الأعراض اكتئاب من خلال أزمة كوفيد-19. كلاجئين لا يستطيع السوريين في غازي عمتار مثلا الوصول إلى خدمات الصحة العامة اللازمة، وهذا ينطبق على حد سواء سريريا وعلى خدمات الصحة النفسية أيضا. أستاذ ماهر، هذه تندرج أيضا في غازي عمتار مثلا بشكل خاص من صراعات وصدمات طوال حياتهم، أدى الوباء إلى تفاقم العديد من هذه الجوانب، وبالطبع الآخر معزولين عن العالم، وهناك فرص قليلة للنساء للوصول إلى طريق الخدمات الخارجية. ومن هنا كانت الحملة موجهة إلى هذا الجمهور الأكثر
عرضة لهذه الأزمات. وللتوضيح للمشاهدين، هذه حملة سميت بحملة أنت منيحة للتوعية بالآثار النفسية للجائحة على اللاجئات السوريات في تركيا. ختاما في دقيقتين أو أقل أعتقد، ما الجديد التي تقوم به في ريفايد خلال العام 2022، هذا العام المقبل، وإلى متى ستستمر الحملة، وهل هي ستبقى فقط مرتبطة بوجود وباء كوفيد 19 أم أنه سيتوجه التركيز على قضايا عالمية أخرى؟ طبعا بالتعاون مع التلفزيون العربي قمنا بإطلاق حملة اللي تتكلم كما ذكرت في 10 من شهر أكتوبر الماضي، واخترنا هذه لأنه اليوم العالمي للصحة النفسية. الهدف كما ذكرت هو تسليط الضوء على موضوع الصحة النفسية عبر إنشاء فقرة خاصة بالصحة النفسية من برنامج صباح النور، وهذه الفقرة أجرينا استطاعات ميدانية حول نتيجة أدت إلى طبعا تدعيم دفعنا لهذه النشرة. عملنا في موضوع مكافحة معلومات الطابئة والكوفيد، لن يقتصر مستقبلا على قضية الجائحة. المعلومات الخاطئة أيضا هناك موجودة حول مواضيع أخرى، نظريات مؤامرة تتعلق في أيضا لقضية تغير المناخ، قضية اللاجئين، قضية الخوف من الآخر، لغة الكراهية. نأمل استمرار استثمار ما قمنا بإنجازه من نجاح في الوصول إلى جمهور جديد من خلال وسائل خلاقة جديدة لمتابعة تغيير سلوكيات في كيفية مشاركة المعلومات ما بين الناس، خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي تسهل من خلال ضغطة واحدة على زر في التلفون أو في الكمبيوتر لإيصال معلومة قد تكون خاطئة، قد تثير الكثير من المشاكل للمئات والآلاف من الأشخاص دون أن يكون هناك سبب. إذا ما توخى الإنسان الحذر قرأ الموضوع بشكل آخر، نعم، بإمكاننا تغيير هذه السلوكيات. إذا نحن نشكرك جزيل الشكر، وأكيد أن نتمنى دائما وجودك معنا. سنلتقي أكيد في لقاءات أخرى للحديث أكثر عن كل المواضيع، لتطوير أكثر هذه الحملة، وخاصة في كل ما يتعلق بالأخبار الزائفة وحتى التداعيات النفسية. مدير شعبة التواصل في قسم الاتصالات العالمية في منظمة الأمم المتحدة ماهر ناصر، كنت معنا مباشرة من دبي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لك.